وفي ولاية تلمسان شهدت سواحل الولاية أمواجا عالية لم تشهدها منذ سنوات بسبب الرياح القوية. وبميناء الغزوات شمال غرب الولاية توقفت حركة السفن وقوارب الصيد. أمين مسعودي بعث لنا بالتالي. هاد موفي طون هادي واش نقول لك صافي ديسي 2013 والله ما شفناش هذا الحال كيما هذا. والموفي طون مليحه او ميم طون ربي باش يعمل هاد الموفي طون هادي ولا بود باش الحوت يريح شويه. هذا اول مره رينا هاد الموفي طون، جامي رينا هاد الموفي طون، شهر ما خرجوش موفي طون كبيره بزاف. هادي بزاف ما جات، هادي تقريبا فيفري 2013 ما كان بحال كيما هذا. باش نشري شويه حوت هنا من غزوات لا غالب موفيطون ما لقيناش، ومام تمتعنا بالمنظر.